الأخبار من الحدث. الدفاعات السعودية تعترض صاروخاً باليستياً باتجاه الرياض وتسقط مسيرات مفخخة أطلقتها الميليشيات نحو السعودية. سجال تركي إيراني في العراق والحلبوسي يرد لا تتدخل فيما لا يعنيكما. تعطيل السلطات نت بلوكس تكشف تعطيل السلطات الإيرانية عمداً لخدمة الإنترنت للتعتيم على الاحتجاجات في بلوشستان. أسعد الله مساءكم صباحكم عفوا بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة أخبارية مفصلة نبدأها من المملكة العربية السعودية التي أحبطت دفاعاتها تهديدات جوية شنتها الميليشيات الحوثية. تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن اعتراض هجوم بصاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض إلى جانب تدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة وجهتها الميليشيا باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية ومدينتي جازان وخميس مشيط. تحالف دعم الشرعية أكد أن احترافية قوات الدفاع الجوي السعودي تصدت لكافة التهديدات الحوثية ودمرتها، كما استنكر التحالف محاولات الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة. هذا وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني السعودي المقدم محمد الحمادي بأن سقوط أحدى شظايا صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض نتج عنه أضرارا مادية بأحد المنازل من دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات. الحمادي أشار أيضا إلى تناثر شظايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية وتم اعتراضه على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة، مشددا على أنه تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك. وفي مقابلة مع قناة الحدث أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن التركي المالكي أن المملكة العربية السعودية تصدت ل 526 طائرة بدون طيار و 346 صاروخ باليستي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة، مشيرا إلى أن الهجوم الحوثي مرتبط بالتطورات السياسية في المنطقة وإملاءات الجنرالات الإيرانيين. إذا نظرنا لسلوك الميليشيا الحوثية في إطلاق الصواريخ البالستية أو الطائرات بدون طيار، لا شك هذا له علاقة بالأوضاع السياسية بالمنطقة، إملاءات الجنرالات الذين يتحكمون في الأمور في العاصمة المحتلة صنعاء. هذه الإطلاقات تعكس خسائر الميليشيات الحوثية على الأرض. هناك أرقام مؤكدة وهذه المرة الأولى نعلن عنها. هناك أكثر من 3000 قتيل من عناصر الميليشيا الحوثية في العملية الهجومية على مأرب. لا شك هذه عملية إرهابية على مأرب، تستهدف المدنيين، تستهدف النازحين في مدينة مأرب، تقوض كافة الجهود السياسية سواء من المبعوث الخاص أو من الجهود الدولية في الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن. دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ممثلي البعثات الدبلوماسية إلى عدم التدخل في شؤون بلاده، وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر إن ممثلو البعثات الدبلوماسية في العراق واجبهم أن يمثلوا بلدانهم مع تعزيز التعاون بين البلدين، وأضاف أنه على بعض ممثلي تلك البعثات أن يعي جيدا واجباته ولا يتدخل فيما لا يعنيه، وأن على بعض ممثلي تلك البعثات احترام سيادة العراق لكي يعامل بالمثل. وفي وقت سابق وقعت حربا كلامية على مستوى سفراء كل من إيران وتركيا في العراق بعد أن قال سفير إيران في العراق إريج مسجدي على تركيا أن تغادر الأراضي العراقية، ما دفع أنقرة لترد عبر سفيرها في بغداد فتح يلدز بالقول إن مسجدي هو آخر من يمكنه إسداء النصح لتركيا بشأن احترام حدود العراق. وفي تصريحات لقناة الحدث قال المتحدث باسم الخارجية العراقية إن الجهات التي تهاجم البعثات الدبلوماسية لا يمكن اعتبارها مقاومة، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني في العراق كان جوهر الحديث مع الجانب الإيراني.
السيد وزير الخارجية حمل وصفا للمقاومة في سياق حديثه عمن يقصفون البعثات الدبلوماسية ويلحقون رعبا وأذى في المواطنين ويلحقون أضرار في أبنية ومنشآت حيوية في بغداد وخارج بغداد. من يمارسون هذا العمل هل يمكن أن نطلق عليهم بأنهم مقاومين؟ قولا واحدا لا يمكن أن ينطبق عليهم هذا العنوان. أقول أن الشخصيات، ولا يفوتني أن الشخصيات السياسية والأمنية التي التقاها معالي وزير الخارجية هذا اليوم أعلنوا تماما بشكل واضح وصريح مما لا لبس فيه أن الجمهورية الإسلامية لا تريد عراقا قلقا ومضطربا، هي تدعم عراقا متوازنا وهي مع الحكومة العراقية ومع التشكيلات للقوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية. نبقى في العراق، حيث أمر رئيس الوزراء مصطفى القادمي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث التي وقعت في مدينة الناصرية خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث شهدت المدينة احتجاجات صاحبتها أعمال عنف أدت لسقوط قتلى وجرحى. وأفادت الوكالة الرسمية بأن اللجنة وصلت مساء اليوم إلى محافظة ديقار وبشرت أعمالها فور وصولها. وفي لبنان، شهد مقر بطريرك الموارنة في محافظة جبل لبنان تظاهرة مؤيدة لمواقف البطريرك الذي طالب بمؤتمر دولي حول لبنان، الأمر الذي دعا أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصر الله لمهاجمته. وأيضا كانت قد شهدت التظاهرة هتافات وصفت حزب الله بالإرهابي، كما نددت بالهيمنة الإيرانية على لبنان. مجيئكم اليوم هذا. وطلب البطريرك الماروني بشار الراعي بعدم السكوت عن السلاح غير الشرعي وغير اللبناني. الراعي جدد مطالبته بعقد مؤتمر دولي يدعم الجيش اللبناني كي يكون المدافع الوحيد عن لبنان. نريد من المؤتمر الدولي أن يوفر الدعم للجيش اللبناني ليكون المدافع الوحيد عن لبنان والقادر على استيعاب القدرات العسكرية الموجودة لدى الشعب اللبناني من خلال نظام دفاعي شرعي يمسك بقرار الحرب والسلم. فلا يوجد دولتان أو دول على أرض واحدة، ولا يوجد جيشان أو جيوش في دولة واحدة. لا تسكت عن السلاح غير الشرعي وغير اللبناني. شهدت تونس أمس مسيرة لأنصار حزب العمال تنديدا بما اعتبروه عبث منظومة الحكم بمصالح تونس وشعبها. المحتجون رفعوا شعارات مناهضة لحركة النهضة ومنظومة الحكم. من جانبها نفذت حركة النهضة هي الأخرى تظاهرة وصفها الاتحاد التونسي للشغل باستعراض عضلات. وخطب حركة النهضة بالقول إنه كان الجدير بها التخلي عن صراعات الشارع. الرئيس قيس سعيد من جهته وصف التظاهرات بأنها من ظاهر الإفلاس السياسي. يتحدثون كل يوم عن الإفلاس وتونس على وشك الإفلاس، ولكن ترون بأعينكم اليوم المظاهر الإفلاس السياسي ولكن ليس مظاهر الإفلاس المادي.
قالت شبكة نت بلوكس المعنية بمراقبة أنشطة الإنترنت، قالت إن تشويشا وتعطيلا كبيرا عرقل الوصول إلى شبكة الإنترنت في إيران إثر الاحتجاجات التي شهدتها مدن أقليم بلوشستان جنوب شرق البلاد. وذكرت الشبكة أن التشويش وقطع الإنترنت لا يزال مستمرا. أهم الأخبار من الحدث. الدفاعات الجوية السعودية تسقط صاروخاً باليستياً حوثياً تجاه الرياض وتدمر 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه الأعيان المدنية في خميس مشيط وجازان والمنطقة الجنوبية. المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي يعلن أن سقوط أحدى شظايا صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض نتج عنه أضراراً مادية بأحد المنازل من دون إصابات بشرية أو وفيات. العميد تركي المالكي يؤكد للحدث أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت حتى الآن 526 طائرة مسيرة و346 صاروخاً باليستياً أطلقتها الميليشيات الحوثية مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة. ردا على سجال بين سفيري تركيا وإيران في العراق، رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يطالب ممثلي البعثات الدبلوماسية بعدم التدخل في شؤون بلاده. الرئيس التونسي قيس سعيد يرد على مظاهرات النهضة بالتأكيد على أنه لا يتحرك وفق ترتيبات البعض، ويشدد على أن تونس لم تفلس ولكن السياسيين هم المفلسون. نقابة الصحفيين في تونس تدين الاعتداء على الصحفيين والمصورين خلال مسيرة حركة النهضة، وتعلن ملاحقة المعتدين قضائيا وعلى رأسهم منظمو مسيرة النهضة متهمة الحركة بممارسة العمل الميليشياوي. وسائل إعلام ليبية تنقل عن رئيس اللجنة العلمية والاستشارية الاتفاق على استيراد 12 مليون جرعة لقاح ضد كورونا، تصل الدفعة الأولى منها في شهر مارس المقبل. الحكومة الأمريكية توافق على استخدام لقاح شركة جونسون أند جونسون للجرعة الواحدة في الوقاية من فيروس كورونا، والرئيس يرحب ويدعو للمزيد من الحذر. إلى اللقاء. لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة، لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل 24 ساعة، أصبحنا الحدث. سنوات من العمل الإخباري في ساحات المعارك والأحداث، مع رحلات الهروب والخوف، مشاهد أكبر من القدرة على التعبير، صور لا تفارق الذاكرة، ستطوى كعادتها جميع الصفحات، لا يبقى إلا الإنسان.
الأخبار من الحدث. الدفاعات السعودية تعترض صاروخاً باليستياً باتجاه الرياض وتسقط مسيرات مفخخة أطلقتها الميليشيات نحو السعودية. سجال تركي إيراني في العراق والحلبوسي يرد لا تتدخلا فيما لا يعنيكما. تظاهرات في تونس مع النهضة وضدها والرئيس يتهم السياسيين بالإفلاس. تحية لكم من جديد. أحبطت الدفاعات السعودية تهديدات جوية شنتها الميليشيات الحوثية. تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن اعتراض هجوم بصاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض، إلى جانب تدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة وجهتها الميليشيا باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية ومدينتي جازان وخميس مشيط. تحالف دعم الشرعية أكد أن احترافية قوات الدفاع الجوي السعودي تصدت لكافة التهديدات الحوثية ودمرتها، كما استنكر التحالف محاولات الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة. هذا وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني السعودية المقدم محمد الحمادي بأن سقوط أحدى شظايا صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض نتج عنه أضرار مادية بأحد المنازل من دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات. الحمادي أشار أيضا إلى تناثر شظايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية وتم اعتراضه، وذلك على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة، مشددا على أنه تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك. وفي مقابلة مع قناة الحدث أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن المملكة العربية السعودية تصدت ل 526 طائرة بدون طيار و 346 صاروخا باليستيا أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة، مشيرا إلى أن الهجوم الحوثي مرتبط بالتطورات السياسية في المنطقة وإملاءات الجنرالات الإيرانيين. إذا نظرنا لسلوك الميليشيا الحوثية في إطلاق الصواريخ البالستية أو الطائرات بدون طيار، لا شك هذا له علاقة بالأوضاع السياسية بالمنطقة، إملاءات الجنرالات الذين يتحكمون في الأمور في العاصمة المحتلة صنعاء. المالكة أوضح أن الميليشيات الحوثية خسرت أكثر من 3000 قتيل حوثي في عمليات التحالف والجيش اليمني الأخيرة. هذه الإطلاقات تعكس خسائر الميليشيات الحوثية على الأرض. هناك أرقام مؤكدة وهذه المرة الأولى نعلن عنها. هناك أكثر من 3000 قتيل من عناصر الميليشيا الحوثية في العملية الهجومية على مأرب. لا شك هذه عملية إرهابية على مأرب، تستهدف المدنيين، تستهدف النازحين في مدينة مأرب، تقوض كافة الجهود السياسية سواء من المبعوث الخاص أو من الجهود الدولية في الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن. المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أوضح أن الميليشيات الحوثية هي الجماعة الإرهابية الوحيدة التي تمتلك صواريخ باليستية بدعم إيراني. مكننا والله الحمد من اعتراض وتدمير وصد كافة الهجمات الإرهابية من الميليشيا الحوثية. مجموعة طائرات بدون طيار 526 طائرة بدون طيار، الصواريخ البالستية 346 صاروخ بالستي، وليس هناك أي دولة في العالم أو في التاريخ العسكري أو في حتى الجماعات الإرهابية، الميليشيا الحوثية هي الجماعة الإرهابية الوحيدة التي تمتلك الصواريخ البالستية وأيضا الطائرات بدون طيار بدعم من الحرس الجمهوري الإيراني.
دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ممثلي البعثات الدبلوماسية إلى عدم التدخل في شؤون بلاده. وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر إن ممثلو البعثات الدبلوماسية في العراق واجبهم تمثيل بلدانهم وتعزيز التعاون بين البلدين، وأضاف أنه على بعض ممثلي تلك البعثات أن تعي جيدا واجباتها ولا تتدخل فيما لا تعنيها، وأن على بعض ممثلي تلك البعثات احترام سيادة العراق لكي يعامل بالمثل. وفي وقت سابق وقعت حربا كلامية على مستوى سفراء كل من إيران وتركيا في العراق بعد أن قال سفير إيران في العراق إيرج مسجدي على تركيا أن تغادر الأراضي العراقية، ما دفع أنقرة لترد عبر سفيرها في بغداد فتح يلدز بالقول إن مسجدي هو آخر من يمكنه إصداء نصح لتركيا بشأن احترام حدود العراق. تتصاعد التهديدات في قضاء سنجار شمال العراق من تصعيد عسكري يعيد المنطقة إلى مرحلة الخطر. تتقاسم الميليشيات النفوذ في سنجار مشرعة أبواب العراق للمزيد من الهيمنة الإيرانية من خلال ميليشياتها والتدخل التركي بذريعة حزب العمال الكردستاني. حال إقليم كردستان العراق فرض نفسه على طاولة اجتماع الحكومتين ليتفق وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي في زيارته إلى أربيل مع رئيس الحكومة مسرور بارزاني على مواجهة التحديات، لكن الأهم في هذا التوقيت كان التشديد على تطبيق اتفاق سنجار كأولوية. القضاء الاستراتيجي والمثلث الذي يجمع العراق بتركيا شمالاً وسوريا غرباً، الخاصرة الرخوة للعراق نظراً لانتشار وتعدد الميليشيات. بالداخل مقاتلون أكراد متمكنين من القضاء بعد طردهم لداعش منه قبل 6 سنوات بدعم من التحالف الدولي، وفي المحيط فصائل الحشد الشعبي وتشكيلات مسلحة تعتبر سنجار جسر عبور ومحطة وصل بالميليشيات المدعومة من إيران في سوريا. تفعيل اتفاق سنجار يفرض وحده التفرد الأمني لقوات الحكومة الاتحادية بالقضاء ويخرج الفصائل المسلحة منه، وعلى رأسها قوات حزب العمال الكردستاني المعارض لحكومة كردستان وبوابة التدخل التركي في العراق. terörister için ne Kandil ne Sinjar ne de Suriye'de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir. تهديدات لطالما أعطت فصائل الحشد الشعبي ذريعة البقاء. على وقع هذا التوتر يتعاظم الخوف من انفجار الوضع في سنجار بدفع سكانه بغالبيتهم الأيزيدية الثمن مجدداً، فلا ملاذ لهم في حال وقوع مواجهات بين القوات التركية والفصائل الشيعية وحزب العمال، فيما تتباعد المسافات أكثر فأكثر لـ90 ألف عائلة عن بيوتها هجرها تنظيم داعش قبل سنوات إلى إقليم كردستان. حنين الشولي، الحدث. إلى تونس، حيث شهدت العاصمة مساء السبت أمس تنظيم مسيرتين وسط إجراءات أمنية مشددة، الأولى دعت إليها حركة النهضة للدفاع عن الشرعية والثانية صدرت عن حزب العمال للتنديد بما أسماه عبث المنظومة الحاكمة بمصالح تونس وشعبها، وسط مخاوف من أن يتسبب تزامنهما في انزلاق نحو العنف والفوضى. من الصراع داخل المؤسسات وحولها إلى الشارع، صراع الطبقة السياسية في تونس يتخذ منحا جديدا عنوانه الأبرز تحريك الشارع بحثا عن شرعية باتت بعيدة المنال. حركة النهضة دفعت بأنصارها إلى وسط العاصمة في مشهد عد استعراضا للقوة وتعميقا للأزمة. حزب العمال بدوره تظاهر مناصروه لإسقاط المنظومة الحالية والمطالبة برحيلها. ندعو الشعب بشكل منظم وحول برنامج وحول أهداف ومن أجل حكومة حقيقية ثورية وطنية بعد شعبية بعد إسقاط هذه المنظومة اللي تمشي رأسا إلى حلان مشاكل تونس. مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية ليست في مرمى الفاعلين السياسيين إذن. الرئيس قيس سعيد أعلن عن ذلك بدوره في محافظة القيروان وسط البلاد، موجها سهام نقده إلى حركة النهضة واصفا ما حدث في العاصمة بالإفلاس السياسي. لا نتحرك وفق حساباتهم
ولا وفق ترتيباتهم، نتحرك وفق مبادئنا التي عاهدنا الشعب عليها. العودة إلى تحريك الشارع لحل المشاكل السياسية في البلاد، حذر معها المراقبون من إمكانية الانزلاق إلى مربع العنف من جديد. اليوم حصل ما لم نشهده صراحة في تاريخ الديمقراطيات، وهو نزول من يدعون أنهم شرعيون إلى الشارع، وهذا ربما سيعمق الأزمة وسيجعل المواجهة تكون ربما مفتوحة على خيارات نأمل أن تبقى دائما في إطار المدني السلمي. وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، تجلت بالخصوص في أزمة التحوير الوزاري الأخير وفي تدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد. وليد عبد الله، الحدث، تونس. والآن نبقى مع إعادة للمقابلة التي أجرتها قناة الحدث مع المتحدث باسم الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحاف. نشكر لكم هذه المتابعة ونعود إليكم بعد قليل. أرحب بضيفي من بغداد المتحدث باسم الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحاف. دكتور أحمد، مساء الخير، أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث وبحدث اليوم. سأبدأ مع حضرتك طبعا من زيارة وزير الخارجية إلى إيران، وهي الثانية في أقل من شهر. لماذا زيارتين في أقل من شهر؟ تحية وتقدير، شكرا جزيلا لإتاحة فرصة المشاركة. هذه الزيارة تأتي في إطار حراك يقوم به معالي وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين لجملة من الدول العربية على المستوى الثنائي، ومن قبلها أيضا كانت هناك جولة من المشاركات في اجتماعات وزراء الخارجية العرب بدورتها الطارئة في القاهرة في الجامعة العربية. قبل أيام كان معالي وزير الخارجية رفقة وفد دبلوماسي رفيع إلى المملكة العربية السعودية في زيارة مفصلة أجرى فيها مباحثات مع نظيره السعودي وكذلك شخصيات هامة في المملكة العربية السعودية. الزيارة التي أجراها معالي الوزير صباح هذا اليوم والتي امتدت حتى العصر من هذا اليوم تمخضت عن لقاء بالمستشار الأعلى للسياسة والأمن الإيراني السيد علي شمخاني، ثم التقى معالي وزير الخارجية بنظيره محمد جواد ظريف. الزيارة كانت تتمحور حول أهمية دعم الاستقرار والتوازن على مستوى المنطقة واستدامة التنسيق والتواصل والإعراب عن المواقف المشتركة تجاه الضربات التي طالت بغداد وأربيل وكذلك قاعدة بلد الجوية. كل الشخصيات السياسية والأمنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعربوا عن إدانتهم ورفضهم لأي عمل يمكن أن يشكل تهديد لأمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه من أي جماعة أو تسمية في العراق أو خارجه. بس يعني لماذا زيارة ثانية لمعرفة كل هذه المعطيات من الجانب الإيراني؟ يعني لماذا الذهاب إلى إيران للحديث على موضوع الضربة؟ في المقدمة أولويات العلاقات الثنائية المشتركة بين بغداد وطهران. ولكن ألم تناقش الزيارة الأولى؟ أهم الملفات بين الجانبين؟ نوقشت، وهناك مسار متتالي لمتابعة أهم الإجراءات البرامجية بين الجانبين، كما أن هناك شغل شاغل في الدبلوماسية العراقية بضرورة تحييد كل ما من شأنه أن يشكل خطر على السيادة العراقية. بدورنا اطلعنا مؤكدا ومجددا على موقف الحكومة الإيرانية من كبار شخصياتها السياسية والأمنية بأن أي تهديد يطال السيادة العراقية هو من شأنه أن يطلق عليه بأنه مدان ومرفوض. هذا الوصف بالحقيقة وضعنا أمام سياق جديد، من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تريد أي موقف سلبي يهدد الأمن العراقي والاستقرار داخل الأراضي العراقية، كما أنهم أكدوا على أنهم مستمرين بالتنسيق مع الحكومة العراقية في كل ما من شأنه أن يمثل دعما وتواصلا وتنسيقا بهذا الصدد. هل هذا يعني أنه
الجانب الإيراني أكد لكم اليوم كخارجية عراقية أنه لا يكون هناك تحريك لأي من الجماعات التي تدعمها إيران داخل العراق؟ لا يمكن أن نساوق هذه الفرضية إذا ما اعتمدنا مبدأ حسن الجوار وطبيعة العلاقات التاريخية بين الجانبين والسياسة الخارجية المتوازنة التي تنتهجها وزارة الخارجية العراقية. نحن نضع جميع التحديات والفرص على طاولة الصراحة مع جيراننا وشركائنا وأصدقائنا، ويشاركون طبيعة الفهم ونتدارك معهم طبيعة التحديات المتوقعة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت على أن الشراكة العميقة مع حكومة العراق ماضية لدعم العراق وتأكيد مبدأ سيادته ووحدة أراضيه. والاستقرار الأمني مؤكد، وهذا هو جوهر الحديث. طيب دكتور أحمد، زيارة السيد الوزير إلى إيران تأتي بعد يعني تقريبا 48 ساعة من مقابلة له، وصف بأن من قام بالهجمات على أربيل بالإرهابيين، واعتبر أنه هذه الدولة هي دولة ديمقراطية وليس فيها مقاومة، بوقت أنه في أصوات داخلية تحديدا من أربيل سلطات رسمية تقول أنه من قام بالضربة هم ميليشيات مدعومة من إيران. يعني كيف يمكن الربط بين كلامه وزيارة اليوم إلى إيران؟ نأنس في كل مرة بهذه الصراحة الجريئة لقناة العربية الحدث. دعينا نضع الحديث في سياقه الصحيح وفي سياق متصل. معالي وزير الخارجية في حواره مع قناة عراقية كان قد قال بأن من يقومون بهذه الأعمال التي تربك عمل البعثات الدبلوماسية وتهدد أمنها واستقرارها، نعم، وتقطع طريق التيسير في عملها، وهي أيضا لا تمثل أي إرادة سياسية أو مجتمعية أو حكومية عراقية، لا يمكن وصفهم بالمقاومين. ودعينا نستحضر في كل مرة، نعم، تطال ضربات هذه النقطة من الأراضي العراقية أو تلك، تبادر الجهات المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي العراقي، وهي هي مؤسسة قانونية عراقية تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وكذلك القوى السياسية بمجلس النواب العراقي يبادرون جميعهم لإدانة أي أعمال من شأنها أن تسبب رعبا أو أذى أو إلحاق لأي ضرر بهذا الطرف أو ذاك، فضلا عن أنها تربك أمن البعثات الدبلوماسية. معنى ذلك أن لو سمحتي، معنى ذلك أن أي أفعال كهذه مدانة من قبل كل الأطراف. وهنا أنا أتساءل من خلال منبركم، من هم المقاومون الذين يطلقون الصواريخ على مواقع عراقية ويذهب جراء هذه الضربات ضحايا من المواطنين العراقيين، سواء كانوا في كردستان العراق أم في بغداد أم في قاعدة بلد الجوية؟ قلنا لدينا نفس السؤال دكتور أحمد، يعني نتشارك معك السؤال، بعتقد حضرتك عندك جواب أكثر منا يعني بكثير. تفضلوا. لذا أقول هنا تكمن مسؤولية الحكومة العراقية باستدامة التحقيق مع توافر الأدلة والقرائن والشروط الموضوعية للكشف عن هوية الجنات. هذه الأعمال تقلق عمل الجهات الأمنية والعسكرية العراقية، تخل بمبدأ السيادة العراقية، وتوصل رسالة لكل شركاء العراقي وأصدقائه فضلا عن جيرانه من أن هناك جماعات لا تريد أن تلتزم بحسب تحقيقات الاستقرار والتوازن، بحسب تحقيقات الحكومة العراقية، ولا يفوتني أن أقول أن الشخصيات، نعم، ولا يفوتني أن الشخصيات السياسية والأمنية التي التقاها معالي وزير الخارجية هذا اليوم أعلنوا تماما بشكل واضح وصريح مما لا لبس فيه أن الجمهورية الإسلامية لا تريد عراقا قلقا ومضطربا، هي تدعم عراقا متوازنا، وهي، نعم، مع الحكومة العراقية ومع التشكيلات للقوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية. طيب حضرتك قولتني شيء أنا لم أقوله، حضرتك تحدثت عن موقف الحكومة قبل قليل، أنا تحدثت عن ميليشيات المدعومة من إيران، لم أتحدث عن موقف الحكومة أبدا. بس بالعودة إلى موضوع موقف الحكومة، هي التي نشرت قبل أيام يعني تحقيقاتها وإدانتها لمجموعة من الأشخاص قاموا بعمليات قتل لناشطين داخل العراق، هذا أمر رسمي من جانب الحكومة. هؤلاء الأشخاص مرتبطين بجماعات موجودة على الأرض وبميليشيات تقاتل على الأرض، الحكومة قالت ذلك وليس نحن.
هناك سياقين. السياق الأول، في كل مرة مع الأعزاء في العربية الحدث نؤكد أنه لا يمكن مساوقة لفظ الإرهاب والإخلال بمبدأ الأمن والاستقرار والسيادة العراقية وإطلاقه على هذه الجماعة أو تلك دون التوافر على دليل. الحكومة العراقية في كل مرة تؤكد أنها تواصل جهودها. الحكومة كشفت عن أطراف وأفراد متهمين بالتعرض إلى مدنيين وناشطين عراقيين، لكنها بالتأكيد لم تذكر في تصريحها أن تسمي جماعة محددة. والسؤال المطروح هنا، هل هناك تسمية لجماعة محددة مرتبطة بمؤسسات الدولة العراقية ومنها الحشد الشعبي باعتبار هو مؤسسة وطنية عراقية ذات طابع أمني وعسكري وتأتمر بأوامر القائد العام؟ موضوعة التعرض للناشطين والإساءة لهم وإعاقة مسار حريتهم التي كفلها الدستور العراقي في المادة 38 و39 منه بحرية التعبير، نحن نتحدث عن تظاهرات يجب أن تحمى من قبل القوات والأجهزة الأمنية العراقية، وهذا ما هو كائن. الذين تم مسكهم هم أطراف اعتدوا على ناشطين عراقيين، وقامت الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية بواجباتها وألقت القبض عليهم دون أن تسمي جماعة بعينها. هم أفراد تم القبض عليهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل. فهنا أنا أتساءل من جديد، أي جماعة تعنين؟ إذا ما كنت حضرت قد اطلعت على التقرير، تفضلي بتسمية هذه الجماعة على الجو مباشرة لكل المشاهدين. طيب، بس لأنه أنا بدي أرجع معك كذلك لكلام معالي وزير الخارجية، يعني حول يعني الهجمات التي حصلت على أربيل بشكل محدد ووصفه للمهاجمين بالإرهابيين. حضرتك يعني كنت رديت علي، ولكن أريد أن أستوضح هذه الفكرة من جديد. يعني بأي سياق يوضع وصف معالي وزير الخارجية، ويعني من كان يقصد تحديداً؟ تحديدا يوضع سياق كلام معالي وزير الخارجية في أن ينطبق هذا المصداق على كل جماعة أو أفراد يطالون السيادة العراقية ويهددون أمن المواطنين ويروعون الآمنين ويلحقون الذعر والأذى بالبعثات الدبلوماسية في هذه النقطة من العراق أو تلك، في أربيل، في قاعدة بلد الجوية، في بغداد، وفي أي مكان آخر. من لا يلتزم بالدستور والقوانين العراقية النافذة ويخرج عن القانون ويحمل السلاح ليعبر عن رأيه يعد خارجا عن القانون وتطبق عليه اللوائح القانونية في هذه الأبواب. ليس أمامنا ونحن نمتلك مؤسسات قانونية ودستورية عراقية إلا أن ننخرط في سياق التعبير عن الرأي في الكلام والإفصاح عنه في الكتابة والمشاركة عبر مؤسسات ديمقراطية قانونية ودستورية. لا يوجد هناك في العراق تكميم للأفواه، بل هناك مساحة من التعبير تمتد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. الحكومة العراقية تواجه تحديات داخلية أيضا، وهي تديم جهودها باستمرار للتكريس لحريات التعبير، لمتابعة وملاحقة كل الذين يطالون السيادة العراقية ويخرجون عن القانون بحملهم السلاح وقصف هذه النقطة أو تلك من الأراضي العراقية. كيف تقرؤون تصريحات أو يعني التغريدة التي نشرتها حركة النجباء على تويتر فيما فهم طبعا كرد على وزير الخارجية عندما قالت نعم أنت لا تفهم ما المقاومة لأنك نطقت هذا يوم وقلت نحن لسنا جزءا من العراق؟ ويعني حضرتك أكيد تعرف يعني ما أتى أيضا في هذه التغريدة، البعض قرأها أنها تهديد للوزير. سيدتي الكريمة، أنا ابن الدار أعرف ما بها وسواي ينظر من شقوق الباب. حركة النجباء حينما أطلقت هذه التغريدة في إطار توصيف مفهوم ومعنى المقاومة، نحن نقول أيضا معنى المقاومة إذا كان يتضمن الالتزام بالقوانين والارتكان إلى أخلاقيات ومعايير دعم السيادة العراقية والدفاع عن مصالح الشعب العراقي، كلنا
ينطبق علينا هذا العنوان، ونحن اليوم ننافس من أجل أن نخرج من مرحلة تحديات صعبة في العراق. لكن إذا كان معنى المقاومة حمل السلاح وتحدي الدولة والارتكان إلى منطق الجماعات الموازية وعدم الالتزام بدستورية مؤسسات الدولة وقوانينها النافذة، هذا هو خروج. بس أي مقاومة تقصدها حركة النجباء؟ السياسية والدبلوماسية وقواعد العمل. أي مقاومة من هاتين الاثنتين قصدتها حركة النجباء بكلامها مع الوزير؟ هنا هذا هو الذي يؤكد كلامي من أن هناك مساحة لحرية التعبير تمتد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. السيد وزير الخارجية حمل وصفا للمقاومة في سياق حديثه عمن يقصفون البعثات الدبلوماسية ويلحقون رعبا وأذى في المواطنين ويلحقون أضرار في أبنية ومنشآت حيوية في بغداد وخارج بغداد. من يمارسون هذا العمل هل يمكن أن نطلق عليهم بأنهم مقاومين؟ قولا واحدا لا يمكن أن ينطبق عليهم هذا العنوان. فإذا لم ينطبق عليهم هذا العنوان فهل يمكن أن نقبل بهذا المفهوم ونحن نرتكن إلى دستور وقوانين عراقية النافذة؟ كلنا نتشارك، وحتى الجهات المنضوية تحت الحشد الشعبي كمؤسسة قانونية تأتمر بأوامر القائد العام ترفض ذلك. ولأي طرف من الأطراف يعني حرية في أن يعبر عن فهمه لمفهوم ما، يعني ليست بإطار التهديد قولا واحدا. لا طيب، وحزب الله هل هدد رئيس الوزراء او لا؟ تمارس عملا ارهابيا يحتكم الى منطق السلاح هي ليست جماعات تحتكم الى القوانين والدستور. طيب، وستخضع الى ملاحقه الاجهزه الامنيه والعسكريه العراقيه. نعم، ومن ثم تطبق عليهم لائحه القوانين العراقيه بمنطق العداله. ايضا بلغه التهديد، هل حزب الله هدد رئيس الوزراء او لا؟ طالعتم معنا هل هدد دولة رئيس مجلس الوزراء؟ أنا عم بسألك دكتور. العراقية بهذا، نحن بحسب متابعاتنا ووقوفنا على التفاصيل. نعم، دولة رئيس مجلس الوزراء ومن خلال قيادة العمليات المشتركة ببغداد، نعم، تنسق بشكل كامل لبسط الأمن والاستقرار في كل المناطق. هناك أيضا جهد سياسي من قبل جميع التشكيلات السياسية بمجلس النواب العراقي لدعم إجراءات الحكومة العراقية ببسط الأمن والاستقرار. هيئة الحشد الشعبي وكل ألويتها المنضوية تحتها لا تزال تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة. نحن علينا أن لا ننسى وأن لا نغالط مفاهيمنا من أننا نعمل في بيئة تعج بالتحديات، في بيئة إقليمية تعيد تشكيل منطق التوازن ومعايير القوة من جديد. نعم، العراق له مصالح مع دول الجوار. نعم، وما هو أبعد من ذلك. ليس أمامنا إلا أن نحمي هذه المصالح بالاحتكام إلى منطق السياسة والحوار والتوازن ودعم الاستقرار. لا يمكن لاستثمار واستقرار وتنمية أن تحدث في العراق دون بيئة جاذبة. العراقيون يشاركون أنفسهم وحكومتهم وعي هذه التحديات والمخاطر. شكرا جزيلا لك ضيفنا من بغداد المتحدث باسم الخارجية العراقية الدكتور أحمد صحاف. لن نسمح لأحد بأن يهدد بهدم الدولة. هل يعني بأن الكاظمي الآن في مواجهة مع مؤسسة تابعة للجهات الرسمية؟ العراق الحالي لا يحتمل إلا أن يكون في حالة الحياد الإيجابي. ترى حضرتك مو رئيس وزراء منتخب من قبل الجماهير، مع مطلب الجماهير أن حكومتك هي حكومة مؤقتة لا تختلق مواضيع، وإذا صارت مواضيع لا تدخل بيها. كيف يسمح لمجموعات حقيقة تحمل السلاح وتدخل إلى مؤسسات الدولة؟ هذا هو الواقع الآن. الميليشيات تحدد مسؤوليات وصلاحيات رئيس الحكومة. هنالك سرقة أموال الشعب، القتل، الطائفية، التبعية لدولة أجنبية. وكانت العملية الأمنية في بغداد أسفرت عن ضبط منصة من 23 صاروخ كاتيوشا كانت مهيئة لإطلاقها على المنطقة الخضراء. نحن على طريق بناء بلدنا وأمامنا مستقبل يجب أن نبنيه لأطفالنا.
لحظات تحدث الفارق في حياة الملايين بين الإخفاقات والنجاحات. تقدمات مستمرة. ننتقل الآن لمتابعة هذه الصور الأولى. الانتصارات والخسائر. وردنا الآن هذا الخبر العاجل. سرعة الرصد دائما ما تحدث كل الفرق. يا الله. كل هذا يصلك في لحظة. ننتقل إلى الخبر العاجل على شاشة الحدث. الأخبار من الحدث. الدفاعات السعودية تعترض صاروخاً باليستياً باتجاه الرياض وتسقط مسيرات مفخخة أطلقتها الميليشيات نحو السعودية. سجال تركي إيراني في العراق والحلبوسي يرد لا تتدخل فيما لا يعنيكما. تعطيل السلطات نت بلوكس تكشف تعطيل السلطات الإيرانية عمداً لخدمة الإنترنت للتعتيم على الاحتجاجات في بلوشستان. أسعد الله صباحكم عفوا بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة أخبارية مفصلة نبدأها من المملكة العربية السعودية التي أحبطت الدفاعاتها تهديدات جوية شنتها الميليشيات الحوثية. تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن اعتراض هجوم بصاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض إلى جانب تدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة وجهتها الميليشيا باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية ومدينتي جازان وخميس مشيط. تحالف دعم الشرعية أكد أن احترافية قوات الدفاع الجوي السعودي تصدت لكافة التهديدات الحوثية ودمرتها، كما استنكر التحالف محاولات الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة. هذا وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني السعودي المقدم محمد الحمادي بأن سقوط أحدى شظايا صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض نتج عنه أضرارا مادية بأحد المنازل من دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات. الحمادي أشار أيضا إلى تناثر شظايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية وتم اعتراضه على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة، مشددا على أنه تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك. وفي مقابلة مع قناة الحدث أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن التركي المالكي أن المملكة العربية السعودية تصدت ل 526 طائرة بدون طيار و 346 صاروخ باليستي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة، مشيرا إلى أن الهجوم الحوثي مرتبط بالتطورات السياسية في المنطقة وإملاءات الجنرالات الإيرانيين. إذا نظرنا لسلوك الميليشيا الحوثية في إطلاق الصواريخ البالستية أو الطائرات بدون طيار، لا شك هذا له علاقة بالأوضاع السياسية بالمنطقة، إملاءات الجنرالات الذين يتحكمون في الأمور في العاصمة المحتلة صنعاء. هذه الإطلاقات تعكس خسائر الميليشيات الحوثية على الأرض. هناك أرقام مؤكدة وهذه المرة الأولى نعلن عنها. هناك أكثر من 3000 قتيل من عناصر الميليشيا الحوثية في العملية الهجومية على مأرب. لا شك هذه عملية إرهابية على مأرب، تستهدف المدنيين، تستهدف النازحين في مدينة مأرب، تقوض كافة الجهود السياسية سواء من المبعوث الخاص أو من الجهود الدولية في الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن. دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ممثلي البعثات الدبلوماسية إلى عدم التدخل في شؤون بلاده، وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر إن ممثلو البعثات الدبلوماسية في العراق
واجبهم أن يمثلوا بلدانهم مع تعزيز التعاون بين البلدين. وأضاف أنه على بعض ممثلي تلك البعثات أن يعي جيدا واجباته ولا يتدخل فيما لا يعنيه، وأن على بعض ممثلي تلك البعثات احترام سيادة العراق لكي يعامل بالمثل. وفي وقت سابق وقعت حربا كلامية على مستوى سفراء كل من إيران وتركيا في العراق، بعد أن قال سفير إيران في العراق إريج مسجدي على تركيا أن تغادر الأراضي العراقية، ما دفع أنقرة لترد عبر سفيرها في بغداد فتح يلدز بالقول إن مسجدي آخر إن مسجدي من يمكنه هو آخر من يمكنه إسداء النصح لتركيا بشأن احترام حدود العراق. وفي تصريحات لقناة الحدث قال المتحدث باسم الخارجية العراقية إن الجهات التي تهاجم البعثات الدبلوماسية لا يمكن اعتبارها مقاومة، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني في العراق كان جوهر الحديث مع الجانب الإيراني. السيد وزير الخارجية حمل وصفا للمقاومة في سياق حديثه عمن يقصفون البعثات الدبلوماسية ويلحقون رعبا وأذى في المواطنين ويلحقون أضرار في أبنية ومنشآت حيوية في بغداد وخارج بغداد. من يمارسون هذا العمل هل يمكن أن نطلق عليهم بأنهم مقاومين؟ قولا واحدا لا يمكن أن ينطبق عليهم هذا العنوان. أقول أن الشخصيات، ولا يفوتني أن الشخصيات السياسية والأمنية التي التقاها معالي وزير الخارجية هذا اليوم أعلنوا تماما بشكل واضح وصريح مما لا لبس فيه أن الجمهورية الإسلامية لا تريد عراقا قلقا ومضطربا، هي تدعم عراقا متوازنا، وهي مع الحكومة العراقية ومع التشكيلات للقوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية. نبقى في العراق، حيث أمر رئيس الوزراء مصطفى القادمي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث التي وقعت في مدينة الناصرية خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث شهدت المدينة احتجاجات صاحبتها أعمال عنف أدت لسقوط قتلى وجرحى. وأفادت الوكالة الرسمية بأن اللجنة وصلت مساء اليوم إلى محافظة ذيقار وبشرت أعمالها فور وصولها. وفي لبنان شهد مقر بطريرك الموارنة في محافظة جبل لبنان تظاهرة مؤيدة لمواقف البطريرك الذي طالب بمؤتمر دولي حول لبنان، الأمر الذي دعا أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصر الله لمهاجمته. وأيضا كانت قد شهدت التظاهرة هتافات وصفت حزب الله بالإرهابي، كما نددت بالهيمنة الإيرانية على لبنان. مجيئكم اليوم هذا، وطلب البطريرك الماروني بشار الراعي بعدم السكوت عن السلاح غير الشرعي وغير اللبناني. الراعي جدد مطالبته بعقد مؤتمر دولي يدعم الجيش اللبناني كي يكون المدافع الوحيد عن لبنان. نريد من المؤتمر الدولي أن يوفر الدعم للجيش اللبناني ليكون المدافع الوحيد عن لبنان والقادر على استيعاب القدرات العسكرية الموجودة لدى الشعب اللبناني من خلال نظام دفاعي شرعي يمسك بقرار الحرب والسلم. فلا يوجد دولتان أو دول على أرض واحدة، ولا يوجد جيشان أو جيوش في دولة واحدة،
لا تسكتوا عن السلاح غير الشرعي وغير اللبناني. شهدت تونس أمس مسيرة لأنصار حزب العمال تنديدا بما اعتبروه عبث منظومة الحكم بمصالح تونس وشعبها. المحتجون رفعوا شعارات مناهضة لحركة النهضة ومنظومة الحكم. من جانبها نفذت حركة النهضة هي الأخرى تظاهرة وصفها الاتحاد التونسي للشغل باستعراض عضلات. وخطب حركة النهضة بالقول إنه كان الجدير بها التخلي عن صراعات الشارع. الرئيس قيس سعيد من جهته وصف التظاهرات بأنها من ظاهر الإفلاس السياسي. يتحدثون كل يوم عن الإفلاس وتونس على وشك الإفلاس، ولكن ترون بأعينكم اليوم المظاهر الإفلاس السياسي ولكن ليس مظاهر الإفلاس المادي. قالت شبكة نت بلوكس المعنية بمراقبة أنشطة الإنترنت، قالت إن تشويشا وتعطيلا كبيرا عرقل الوصول إلى شبكة الإنترنت في إيران إثر الاحتجاجات التي شهدتها مدن أقليم بلوشستان جنوب شرق البلاد. وذكرت الشبكة أن التشويش وقطع الإنترنت لا يزال مستمرا. أهم الأخبار من الحدث. الدفاعات الجوية السعودية تسقط صاروخاً باليستياً حوثياً تجاه الرياض وتدمر 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه الأعيان المدنية في خميس مشيط وجازان والمنطقة الجنوبية. المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي يعلن أن سقوط أحدى شظايا صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض نتج عنه أضراراً مادية بأحد المنازل من دون إصابات بشرية أو وفيات. العميد تركي المالكي يؤكد للحدث أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت حتى الآن 526 طائرة مسيرة و346 صاروخاً باليستياً أطلقتها الميليشيات الحوثية مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة. رداً على سجال بين سفيري تركيا وإيران في العراق، رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يطالب ممثلي البعثات الدبلوماسية بعدم التدخل في شؤون بلاده. الرئيس التونسي قيس سعيد يرد على مظاهرات النهضة بالتأكيد على أنه لا يتحرك وفق ترتيبات البعض، ويشدد على أن تونس لم تفلس ولكن السياسيين هم المفلسون. نقابة الصحفيين في تونس تدين الاعتداء على الصحفيين والمصورين خلال مسيرة حركة النهضة، وتعلن ملاحقة المعتدين قضائياً وعلى رأسهم منظمو مسيرة النهضة متهمة الحركة بممارسة العمل الميليشياوي. وسائل إعلام ليبية تنقل عن رئيس اللجنة العلمية والاستشارية الاتفاق على استيراد 12 مليون جرعة لقاح ضد كورونا، تصل الدفعة الأولى منها في شهر مارس المقبل. الحكومة الأمريكية توافق على استخدام لقاح شركة جونسون أند جونسون للجرعة الواحدة في الوقاية من فيروس كورونا، والرئيس يرحب ويدعو للمزيد من الحذر. إلى اللقاء.